أهلا وسهلا فيكم. فيديو اليوم راح يكون عن عملية إعادة تدوير لأكياس قديمة أو أكياس مستخدمة. راح أسوي ملف أحتفظ فيه ببقايا صور من مجلات وجرائد ورسومات الأطفال. أنا عندي عدة ملفات، بس حبيت هالمرة أجرب إعادة تدوير هالكيس. الكيس هذا مكتوب عليه باستطاعتنا نعيد استخدامه، لأنه مصنوع من الألياف الطبيعية، وأنا لاحظت في أكثر من محل صاروا يستخدمون الألياف الطبيعية لأنهم مع البيئة. راح أرسم عليه من برا، راح ألزق عليه رسمات، واتمنى يعجبكم الفيديو. خليكم معاي تابعوا.
هنا راح أحط قلوب على الوجه. أنا ما خططت ولا حطيت يعني رسمة معينة أو شكل معين، الموجود حطيته. هنا أيضا كيس من ستاربكس، ونفس الشيء مكتوب عليه مصنوع من ألياف طبيعية وباستطاعتنا استخدامه مرة أخرى وإعادة تدويره للمحافظة على الطبيعة أو على الأشجار. هنا استخدمت اكسسوارات قديمة على شكل قلب، ثبتتهم بالصمغ الحار.